معنا من كييف مفدنا عبد الرحيم الفارسي، ومعنا من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك عبد الرحيم، كيف هي التطورات الميدانية في العاصمة كييف وفي محيطها، خاصة بعدما أعلنت القوات الروسية قبل بعض الوقت عن أنه سيطرت تقريبا على ماريوبل وعلى جميع المقاتلين الأوكرانيين هناك، وكنا سمعنا من الرئيس الأوكراني قبل بعض الوقت أيضا تهديد بإيقاف المفاوضات في حال تمت هذه الخطوة في ماريوبل. نعم، إذا تأكد فعلا أن الروس قد أحكموا سيطرتهم المطلقة على مدينة ماريوبول بما فيها مرفأها، فإن ذلك يعني أن هذه المدينة قد انتهت، وأن طريقا سالكا بين شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس الذي يحاول أطراف فيه أن تعلن الاستقلال والانفصال عن باقي أوكرانيا، فإن هذا يعني تحولا في على الأقل في المجال السياسي، حيث إذا نفذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعيده فمعنى ذلك أن المفاوضات ستتوقف، وأن الحديث سيكون فقط إما عن طريق الوسطاء أو عن طريق الصواريخ والقذائف والاشتباكات المباشرة التي هي فعلا حامية وتجري في إقليم دونباس بين الفريقين الأوكرانيين من جهة والانفصاليون الأوكرانيون وحلفائهم الروس من جهة ثانية. مدينة خاركيف وهي ثاني كبريات مدن أوكرانيا من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان تعيش حاليا تحت كثير من النيران، كثافة نارية تنطلق من القوات الروسية باتجاهها. سقط عدد من المدنيين ضحايا وفق ما أفادت روايات قادمة من وسط تلك المدينة وكذلك من أطرافها. أما بالنسبة لكييف فقد عاشت الليلة الماضية انفجارا كبيرا جدا مدويا في ساعات الصباح الأولى، علمنا بأن منطقة قد سقط فيها صاروخ وقد اشتعلت فيها النيران وأن فرق الإنقاذ توجهت إليها. الروس قالوا أن الأمر يتعلق بموقع يتم فيه صناعة المدرعات أو الدبابات الأوكرانية. لم يتسنى لنا الوصول إلى عين المكان بالنظر إلى الحصار الذي تفرضه القوات الأوكرانية على مناطقها الحساسة، ولكن هذا يبدو أنه جزء من الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها روسيا من خلال ضرب مفاصل والقوة هنا في هذا البلد. بدأت قبل 3 أسابيع باستهداف مستودعات الوقود ودمرت عددا منها، ثم انتقلت إلى ضرب مناطق الصناعات العسكرية ومخازن الأسلحة، ويبدو أنها ستستمر لأن المعركة الكبرى ستكون في الشرق في خاركيف وفي إقليم دونباس هناك لتحول دون وصول الإمدادات المطلوبة للجيش الأوكراني. سوف تدمره هنا في الغرب وفي الوسط، وبالتالي تحقق السيطرة والقوة الميدانية في منطقة دونباس، وتكون بذلك قد حققت الهدف المعلن، وهو ما تقول إنه حماية للمواطنين الأوكرانيين في تلك المناطق الذين يتحدثون اللغة الروسية. يعني بحسب وزارة الدفاع كما ذكرنا بداية فقط سيطرت على الشق الحضري في ماريوبول، ولكن الساعات القليلة المقبلة عبد الرحيم ستفصح لنا فعليا ما يجري على الأرض في تلك المنطقة. أنتقل إلى واشنطن مع مراسلنا إياد الجغبير. نطلع منك إياد على آخر المواقف الأمريكية، وأيضا إن كان هناك رد جديد فيما يتعلق بالاتهامات بالأسلحة البيولوجية التي تتهم موسكو واشنطن بأنها كانت تعمل عليها في أكثر من منشأة في أوكرانيا. نعم، وزارة الدفاع الأمريكية رغم التقدم الذي تحرزه القوات الروسية على الأراضي الأمريكية، إلا أنها تقول بأن القوات الروسية ما زالت عاجزة عن تحقيق الأهداف والخطة التي رسمتها من أجل السيطرة على الأراضي الأوكرانية. وتقول كذلك وزارة الدفاع بأنها تخشى من أن هذا العجز أن يؤدي أن تقوم قوات الجيش الروسية باستخدام القنابل النووية أو القوات أو الأسلحة الكيماوية كذلك. هذا ما تخشاه وزارة الدفاع الأمريكية وتحذر منه، لكنها كذلك قالت بأن لديها العديد من
الخطط الاحتياطية للتعامل مع أي تطور في موضوع العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية. أما بما يخص موضوع الأسلحة الكيماوية الموجودة على الأراضي الأوكرانية والمعامل الأمريكية، فقد أكدت الإدارة الأمريكية بأن كل هذه الادعاءات هي محض افتراء من قبل الكرملين، وأن الولايات المتحدة لا تمتلك أي مصانع كيماوية، وأنها لا تستخدم هذه الأسلحة، وأنها كذلك لم تقم بدعم أوكرانيا بهذه الأسلحة. بما يخص أيضا السفيرة الأوكرانية في واشنطن، أكدت بأن بلادها وحكومتها لن تقف عند استهداف فقط السفينة التي تم استهدافها قبل نحو يومين، السفينة الروسية، لكنها أكدت بأن القوات الأوكرانية سوف تذهب إلى ما بعد ذلك واستهداف أي أماكن تقوم باستهداف الأراضي الأوكرانية عسكريا. لذلك قالت وزارة الدفاع الأمريكية بوقت متأخر من ليلة أمس بأنه في حال تم استهداف الإمدادات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا، فإنها كذلك لديها خطة أخرى سوف تقوم بتأمين هذه الإمدادات. أما سياسيا، فأكد البيت الأبيض بأن الدعم لأوكرانيا مستمر، وأن العقوبات على روسيا كذلك سوف تزيد وتستمر. شكرا جزيلا لكما من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير، وكان معنا من كييف مفدنا عبد الرحيم الفارسي. شكرا جزيلا لكما.